تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة معالي الفريق طبيب رئيس المجلس الأعلى للصحة، أقيم حفل إنجاز مشروع النظام الصحي المتكامل بتطبيقه على المراكز الصحية. ويشمل هذا المشروع المتكامل تطبيق النسخة المطورة للملف الطبي الإلكتروني بالنظام الوطني للمعلومات الصحية وربطه بكامل الأنظمة الصحية الأخرى بما فيها التحويلات الإلكترونية للمرضى لمتابعة علاجهم سواء بالعيادات التخصصية أو بالمراكز الصحية. في ابتكار المشاريع التنموية الرائدة على الصعيد العام أم الخاص، فأنه لا يخالج الشك حول ما تحمله تلك المشاريع من فيض خدماتي يلامس مجالات العمل المرن أو الرعاية التي لا حصر لها. فتطبيق النظام الصحي المتكامل بالمراكز الصحية مشروع رأى النور في استكمال تطبيقه لأول 8 مراكز صحية موزعة على محافظات المملكة. هذا الوسيلة الحقيقة تعطينا معلومات وعلم بالنسبة للوضع الصحي في البحرين بشكل رهيب، وإن شاء الله إذا كان تكامل النظام كله طبعاً السلمانية طبعاً والردح إن شاء الله في نهايته، المستشفيات الثانية العسكري وحمد ومركز القلب كلهم إلكترونيك الحين، فإن شاء الله كل هذه تحول إلى نظام موحد كامل اللي نسميه اللي هو الملف الطبي الإلكتروني الوطني، ومعناته في الحال أن كل واحد عنده هالمعلومات يروح أي مكان في البحرين يشوف أي طبيب، الطبيب ممكن يدخل على معلوماته الصحية مباشرة فيقدر يعني يعرف شو اللي صار له وش اللي يعطيه، فما يصير في تكرار، ما يصير في غلط. هذا النظام بيخدم الموظفين المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وبيساعد على تحسين جودة الخدمات الصحية، وبيكون المريض يقدر أنه ينتقل من مركز صحي إلى آخر أو من مركز إلى مستشفى، ما يحتاج يكون ملف الطبي معاه، بيكون إن شاء الله الملف إلكتروني، جميع الأطباء يقدرون يطلعون على المعلومات الصحية للمواطنين والمقيمين في المملكة. يصاحب تنفيذ المشروع خطة تدريبية لتدريب جميع مستخدمي هذا النظام الصحي ونشر الوعي بين المرضى والتأكيد على أهمية هذا النظام الصحي وما سيتخلله من تغيرات في طريقة عمل المراكز الصحية، حيث ستقدم هذه المراكز معظم خدماتها الصحية عبر نظام صحي إلكتروني متكامل مع الاستغناء عن جميع المعاملات الورقية. ومن أهم يعني التطبيق هذه أنه بيكون توصيله بالمستشفيات الرئيسية اللي هي السلمانية، حيث حتى إذا المريض راح هناك يبين عنده جميع معلوماته من ناحية الأشعة، المختبر، حتى الأدوية اللي خذاها، الهيستوري مال التشخيص كامل بيكون موجود هنا. هذه يعني بيكون تسهيل حق المريض نفسه وحتى حق الطبيب، تشخيص يكون أفضل وأسرع حق المريض نفسه. أن لهذا التطبيق يتطلب الوقوف على التحديثات التي يطرحها مستخدمو هذا النظام الصحي المتكامل لتحقيق أعلى درجات الرعاية الصحية للمرضى ومواصلة كل الجهود من أجل تطوير وتحديث هذه الأنظمة الصحية لتواكب التطورات العالمية في تقنية المعلومات الصحية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.